الحفاظ على العادات والتقاليد مربط الفرس في هذه العائلة، فمنذ سنوات دأبت حنان على تحضير الأطباق في كل المناسبات بمزج عبق التاريخ مع ما هو مطلوب في هذا الوقت. عندي بزاف وانا فانا كنت نتبع جداتي الله يرحمها، كانت في الريف، كانت طيب الاكلات هذو التقليديه على كيما الحطب طيب عليه، كانوا بكري ما كانش المواقيد هذو الطابونات. درك راني عندي مشاريع ندير في بيتي، نحط لي كوموند في البيت نتاعي ويتصلوا بيا زبوناتي، مثلا نحط مثلا عندي عيش كيما اليوم درت العيش، نحط في لاباج تاعي يتصلوا بيا نسجلهم كل وحده الهاتف تاعها والمنطقه تاعها، نوزع لهم، نقوم بتوزيع الاكلات ولا اللي تحب تجي تدي من البيت نتاعي تجي تدي. العيش الشاوي لا يعلى عليه، هو اكله تستعمل خاصه في الشتاء ونستعملوها كذلك للنساء النوافس. الأطباق التقليدية على تنوعها من مدينة إلى أخرى تلقى شغف الزبائن المنتظرين لتذوقها والاستمتاع بمذاقها المتميز. بالنسبة للأطباق هذه هي أطباق شتوية بدرجة أولى، وكما نقولوا منطقة أم بواقي ولا منطقة الشاوية تمتاز بهذا النوع من الأطباق. نتمنى يحافظوا على هذه التقاليد ولا هذه الأكلات التقليدية لأنه عندها طابع مليح بزاف ويعبر على الثقافة تاع المناطق. بيان سور عجبتني بزاف ونحب الأنواع التقليدية ونحب الأطباق التقليدية تاع كل منطقة، يعني لما نزور منطقة معينة نحب ناكل الأطباق اللي تمتاز بها هذيك المنطقة. والحقيقة هي امتداد نتاع الأصالة والتاريخ المنتشر في الغذاء نتاع التقليد للمنطقة هذه. على هذا الأساس الأخت الكريمة هذه اللي راهي هنا في المحل راهي من تعتبر مدرسة لتكوين الأجيال، بعض الشابات وبعض الشباب راهم يهزوا في التقنيات نتاع الغذاء التقليع على يدها يعني، وما شاء الله. حرص الاستمرارية من طرف هكذا طباخين وطباخات له دلالته العميقة ليكون الموجود رقما صعبا ليس له بديل في تراث المائدة الجزائرية العريقة.